أحسن الله إليكم. المرسلة فاطمة أبو علي تقول: ما الحجاب الشرعي الصحيح؟ وهل تحاسب المرأة على عدم لبس هذا الحجاب؟ نرجو من فضيلتكم تقديم النصيحة الشافية للنساء. الحجاب بالنسبة للمرأة هو ما يستر جسمها عن الرجال الذين ليسوا من محارمها سترا كاملا، ولا يكون فيه زينة ملفتة للنظر، ولا يكون ضيقا يبين أعضاء الجسم، ولا يكون شفافا لا يستر ما وراءه. هذا هو الحجاب الشرعي الذي أمر الله تعالى به وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا يشمل تغطية جميع بدن المرأة عند الرجال الذين ليسوا من محارمه بما في ذلك الوجه والكفان وسائر الجسم. نعم.